ماكو فكرة، والفكرة تموت عادي يا اسطى، انت نرمي ولا ايه؟ السلام عليكم، انا عمر. النهارده هنتكلم عن الفصل 654 من مانجا كينجدوم. ارض المعركه اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي ما بين تشو ووي، والتشكيل اللي فيها هو هاكوري وجينو اللي هم الطرف بتوع تشو ضد ريوهان وجون اي وماكو، او اقصد يعني بيها اللي هو هيكون باكاي. بالمناسبه يعني باكاي ولا بانكاي؟ ها 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 لول. المهم يعني ان التعليمات بتاع جوهومي راحت للشخصيه اللي هي اسمها باكاي ديت، والمفروض ان هو هجم على الطرف الايسر اللي هو خاص بجينو، هو عمل المهمه بتاعته وقضى عليهم يعني وعمل كل حاجه، ولكنه نسي اهم حاجه. علو هو تقريبا يعني ما نسوش، هو تقريبا نسيه في وي، او يعني هو ما كانش موجود من الاساس. وفي حاجه ملاحظها الكاتب كده، شكله خد الطابع بتاع بوكو نو هيرو وبقى بيجيب البطاقات التعريفيه كتير. دي حاجه حلوه مش وحشه، لاننا اساسا بنشوف شخصيات كتير وبنتحول في الاحداث كتير، مش ساعات يعني الدنيا بتلص وساعات لازم ترجع في فصول عشان تتاكد من اسم الشخصيه. اللي يقصده جوكو بالشخص المهيمن او القائد المهيمن، زي الحاله بتاع جينو وهاكوري. الهيمنه في ارض المعركه او القياده المفروض ان رايحه لجينو، يعني ما ينفعش هاكوري يتعارض في قراراته معاه، يعني ما ينفعش جينو يقول يمين هاكوري يقول له شمال. الحاجه الثانيه اللي توضحت من النقطه ديت ان كل اللي موجودين من قلعه جوكو في ارض المعركه نقدر نقول انهم عندهم ملكه اتخاذ القرارات، عندهم نوعا ما تكتيكات انهم يقدروا يستخدموها، مش لازم دايما يرجعوا للمخطط بتاعهم تقريبا يعني لحد دلوقتي. الموضوع لسه ما توضحش بالنسبه لمان وسانتون، ولكن اظن ان ده هو اللي حاصل بالفعل، او قد يكون مان هو من نفس النوعيه اللي احنا شايفين منها موبو. وكما هو المتوقع بما ان المعركه ديت هي تقريبا المعركه الاولى واللي بالضخامه وبالاهميه ديت لموكي، ان هو يكون يعني الاستراتيجي الاساسي للطرف بتاع تشين، او يعني هو مش الوحيد ولكن انتوا فاهمين المقصد بتاعي، فلازم هيكون في توتر وتشنج من ناحيه اتخاذ القرارات بتاعته. مش هتكون قرارات لا سريعه ولا حتى مستقره بالنسبه لارضيه المعركه، لان ديت مسؤوليه كبيره جدا جدا. واستيعاب جوهم الموضوع زي ده وتقديره للجنرالات الخاصين بدوله تشين بيدل على ان الشخصيه نضجت اكتر من اللي احنا شفناه في ارك الائتلاف، واكتر حتى من اللي احنا شفناه في المعارك اللي تلتها، زائد ان هو ما بيستهنش بالخصوم بتوعه دلوقتي يعني، حتى يعني مع اللي حصل في الفصل ما كانش هو السبب فيه. وتوضح لنا برضو ان الغرور بتاع الشخصيه قل عن الاول، بالذات يعني ان الفصول اللي احنا فيها ديت هي المفروض ان هي بتتوافق يعني مع الحاجه اللي احنا لسه فاكرينها من كام شهر، الاربع حلقات اللي نزلوا من الموسم الثالث، واحنا شفنا الشخصيه بتتصرف ازاي مع انهم ما كانوش كتير. ومن الطبيعي جدا ان شخص متمرس في ارض المعركه ومسبب مشكله لدوله بحجم دوله شين ان هو يكون يعني ما يقارنش بموكي في الوقت الحالي. وانا لازلت مصر على النقطه اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات، ان هو هيكون في مستوى بل اعلى يعني حتى منه في المستقبل. ليه ريبوكو بقى دلوقتي هو الميزان بتاع القوه؟ يعني لان هو عمل زلزال في الصين بالكامل ساعه لما قتل اوكي، الحاجه اللي خدت عيون كل الدول، والحاجه اللي سمحت لي اساسا ان هم يعني يتقبلوا فكره التحالف ضد دوله تشين، وان هي تكون جايه من تصوير هارا للانصال او السيوف. هي دايما من اروع الحاجات اللي في المانجا دي لحد دلوقتي، دايما الضربه ديت بتدي الايحاء بتاع الشخص المتلقي ليها، لان ديت هي اخر حاجه هو بيشوفها في حياته، وده بالفعل تصوير عبقري من الكاتب. وهنا الكاتب بيدينا تلميح لحاجتين، اولا ان اللي هزموا دولة شو من جانب طرف تشين في ارك الائتلاف هم برضو اللي هيتسببوا في الهزيمة ديت في قلعة جوكو. يعني من الممكن جدا ان احنا نشوف موتن واوهن الاتنين يكونوا موجودين، بما ان موتن كان موجود مع ابوه واوهن كان موجود مع تو، وهو يعني ساعتها نحقق الرغبة والطلب والمطلب الجماهيري ان احنا عايزين نبعد عن شين شوية. الحاجة التانية اللي بنتأكد منها ان موبو في الوقت الحالي يقدر يجابه اي تكتيكات، ولكن مش باستخدام تكتيكات بل بالقوة الغاشمة. هو ما بيجابهاش يعني بالمعنى، هو بيدمرها حرفيا، لان ما فيش اي تكتيك او اي شخصية هتقدر تنفذ التكتيك ده طبيعيا يعني لحد مستوى معين مش هتقدر تجابه. شخصيات كتير هتخنع وهتتدمر بسبب القوة التدميرية اللي هو هيكون داخل بيها، ولكن زي ما قلت لحد حد معين، لان في استراتيجيين هيهاها قدامهم يعني هينسفوه، هيعملوا منه بطاطس يعني محمره، بطاطس شيبسي، مكرونه سباكيتي، ايا كان يعني. ولكن ده برضه بيدينا سبب ليه ممكن لحد دلوقتي ما اتطورش بشكل مناسب يعني بالنسبه لان هو موجود مع ابوه، لان تقريبا نوعا ما نقدر نقول ان التكتيكات اللي هو بيعملها او الاستراتيجيات بتاعته غير ماخوذ بيها بشكل فعال وقوي، لان نقدر نتخيل ان ابوه لحد دلوقتي يعني ما تواجهش في معركة محتاج فيها
بشكل صارم، يعني تكتيك قوي، او ان هو بيواجه عدو مهول جامد. الحاجه اللي كانت هتدي خبره كبيره جدا لموكي، لان اساسا يعني لو ساعتها الكلام ده حصل لازم المعركه دي هتكون معركه بتهز الصين بالكامل، معركه قويه زي اللي احنا فيها دلوقتي، عشان يعني نقدر نقول ان موبو بيواجه مشكله مع ان هو مش قادر يتفاعل مع التكتيكات او الاستراتيجيات من الشخص اللي بيواجه. وحاجه كمان اضافيه، يعني ان جوهومي بيكره تو كده من سياق الكلام بتاعه نقدر نتخيل حاجه زي كده. وتحس هنا برضو ان الشخصيه بقت محبه اكتر للتحدي، زائد ان هو يعني في ال3 سنين مش مخطط ان هو هيكون بيلعب، هو عارف هو بيعمل ايه وعارف هو رايح لحد فين. ده يعني لو عرفنا يعني ان احنا نتفادى اللي بيحصل دلوقتي في ارض المعركة. ومن هنا نقدر نقول ان احنا فهمنا شويتين تلاتة عقلية الشخصيات اللي موجودة في قلعة جوكو دول، وهم ليه مش هيخونوا دولة شو. الامر ما فيه مش انهم مجموعة مرتزقة او انهم مجرد محبي للحروب، بل انهم لقيوا مكان افضل من الدولة بتاعتهم او الدول الصغيرة بتاعتهم، مكان قدر انه يحتوي القوة بتاعتهم ويقدرها. وبصراحة التقديمة اللي كانت مع الكلام بتاع جوكو ديت حاجة قمة في الرهابة، بالذات كده لما تتخيلها مع جو انمي. ولكن كما اعتدنا يعني في العمل لحد دلوقتي، ان مع كل تقديم رهيبة بالشكل ده بنشوف معها انقلاب على الجمدان بتاعها، زي مثلا كده اللي حصل مع شين ضد جيو ان، ساعة لما شين صدر الضربة بتاعته وجيو ان شفنا عليه التفاجئ، ولكن في نهاية اليوم كنا شايفين شين متدمر وما كانش قادر انه يعمل اي حاجة. او حتى يعني التشبيه اللي حصل ما بين باكاي وماكو، واللي احنا عارفين يعني ان الطرف اللي خسر ماكو ده هو فاز في نهاية المعركة بتاعته. لكن يعني انصافا لباكاي، هو المرة ديت هو كان معاه سلاحه، يعني هو ما كان، هو الصراحة ده مش انصاف، ده كده ألعن من اللي عمله ماكو، على الأقل هو معاه كان حاجة يدافع بيها عن نفسه. ده على كده بقى بيه يعني لو راح على دولة وي هيبقى الملك هناك. ولكن النتيجة بتاعت قص راس باكاي ديت راجعة للألف جندي اللي بعتهم جوكو، واللي هم يعني بالتأكيد هيكونوا وحدة خاصة جدا جدا جدا، بما ان هو أصلا كان مخليهم معاه عشان هو يقدر ان هو يحركهم في أرض المعركة ساعة لما حد يحتاجهم، واللي بالتأكيد يعني فتحوا له ثغرة في ان هو يواجه باكاي، بالذات ان أسام باكاي كان وصل حد عنده، بما انه واس كان مخترق بشكل كبير الوحدة بتاع جينو واللي هو بعتهم عشان جينو ان هو يقدر يستغل لحظة الغفوة ديت ولحظة الاستسلام، اللي هو كان باين على باكاي اسان بيقول له كل رايح. ولكن هذا حديث بنكمله ان شاء الله في الاسبوع الجاي، من تقريبا على حد علمي لسه لحد دلوقتي هرى بسم الله ما شاء الله عليه انطلق يا ابو عمه. وبس ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة. لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهدة، سلام.